يدويا تتقدم هذه السيارة لتعبئة حصتها من البنزين بعد نفاذ خزانها بالكامل. صورة تختصر كل المشهد. أزمة محروقات متناسلة منذ أسابيع، لم يخفف وطأتها استئناف مصرف لبنان تمويل الاستيراد بسعر جديد يفوق ضعف سعر الصرف الرسمي لليرة. المواطنون الذين التهبت جيوبهم بالأسعار الجديدة لم يتلمسوا في صيغة الدعم هذه أي حل. ترجع سيارة الوزير وسيارة النائب وسيارة الضابط وسيارة مين ما كان بتعبي بنزين بدقيقتين. شو بدك تعملي؟ شو في حال؟ بدك بنزين؟ أنا على التاكسي. إجباري بدي أشتريها وإجباري بدي أشتغل، بس الله يعين العالم اللي بدها تطلع معك، هون مصيبة. ما وقفت على البنزين، هيدي سلسلة. مثل ما أنك شايف الوضع. دعم المحروقات مستمر حتى أيلول المقبل. المصرف المركزي والسلطة السياسية ماضون في قضم ما تبقى من أموال المودعين، والمعضلة هنا وفق الخبراء أن المودعين باتوا الحلقة الأضعف التي تمول الدعم والتهريب إلى سوريا والاحتكار على حد سواء. هيدا مخاطره بداية أن المودعين عم يخسروا أكثر من ما تبقى من الفتات من أموالهم. طبعا وقت اللي بيصير في نفاذ ممكن المخاطر الثانية أنه هن ينكبوا على الذهب ويصرفوا الذهب، لأنه نحن فرطوا من منذ بدء الأزمة إلى اليوم، فرطوا بتقريبا 10-11 مليار دولار على الدعم، وهذا ما كان ما عاد بمكاسب للشعب اللبناني، بل عم بفقر الشعب اللبناني. التضخم عم بيزيد، الليرة عم تفرط أكثر. إذا عمليا اليوم المخاطر أنه هذه الأموال تنفذ ويبلشوا يصرفوا من الذهب. لم تقدم السلطة تصورا لما ينتظر المواطنين بعد 3 أشهر. هل هو ترشيد إضافي وارتفاع محدود للأسعار، أم هو رفع كلي للدعم؟ حلول ترقيعية لا تنفك تخرج بها السلطة لتخدير مواجع الأزمة الاقتصادية دون خطة إنقاذية من خارج صرف أموال المودعين. وكلما طالت الأزمة أكثر تجذر الانهيار بشكل مزمن. ليال خروبي، اليوم، بيروت.